التعليم من أجل التفوق وتطوير القدرات العقلية لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث كان أهم ما أشار إليه مسؤول التعليم بالشرقية في حفل تكريم الأوائل والمتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية والفنية وأوائل الكليات. الحفل الذي أقامته نقابة المعلمين بالشرقية لأبنائها الطلاب المتفوقين، والذي أكد محافظ الشرقية من خلاله أن الارتقاء بأي مجتمع لن يتأتى إلا بالارتقاء بالعلم، وأن التفوق لن يأتي إلا بالصبر والاجتهاد. أولا أنا مؤمن أن قضية العلم إذا تفوقنا فيها فما عدا ذلك أسهل وأيسر كثيرا، وأنا وجودي النهاردة لدفع عجلة التعليم في محافظة الشرقية لأن هو المشروع كله من مبني على العلم، فبقول أن كل إمكانيات المحافظة وكل مقومات المحافظة وكل المؤسسات اللي احنا معنا فيها من خلال وكالة الوزارة أو من خلال النقابة أو الأولياء الأمور والطلبة كلنا هنفعل هذا الدور من أجل النهوض بمصر في المرحلة القادمة، لأن لن ننهض في مصر إلا بالعلم. ولذلك أنا حريص كل الحرص أن أكون موجود النهاردة، حريص أن أكون متواجد في أول يوم الدراسي في نسبة كبيرة من المدارس، برضه هتفقد العملية الدراسية يعني كاد يكون يوميا لابد أن يكون موجود تقرير قدامي على كل صبح بالنسبة للحضور بالمدارس وتفعيل دور المدرس وتفعيل دور الإدارة. هنحاول بكل الإمكانيات المادية الموجودة عندنا في المحافظة أن احنا ننشئ مباني بالنسبة للعملية التعليمية في الأبنية التعليمية ومقاومات التعليم والكتاب المدرسي. انا بقول ان القضيه ديت هي اولى قضياتي من الاهتمام بالنسبه للمحافظه، لان الامر التعليم بالنسبه لمصر، مصر اتحرمت من التعليم فترات كثيره، وانا بقول ان الثمره الاولى من ثوره 25 يناير هي ان احنا نضع قضيه التعليم في مقدمه القضايا المهمه. لأن المعلم هو حجر الزاوية في منظومة العملية التعليمية، فالاهتمام به من شأنه الارتقاء بالطالب ومن ثم تحقيق الهدف الذي تسعى هذه المنظومة لتحقيقه. نحن نؤمن في نقابة المعلمين أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية. لا إصلاح للعملية التعليمية إلا وجد المعلم الكفء المؤهل تأهيلا كاملا الذي تتم رعايته ماديا ومعنويا بحيث يؤدي الرسالة الحقيقية، والدول المتقدمة لم تتقدم إلا برعاية المعلم بصفته أصل حجر الزاوية في العملية التعليمية. ونحن نؤمن أيضا أن العملية التعليمية حجر الزاوية في الإصلاح، قضية إصلاح مصر كلها لن تتحقق إلا بالنهوض بالعملية التعليمية بكل مسماتها الذي يمثل فيها المعلم حجر الزاوية. وبالتالي فنقابة المعلمين الحقيقة بتسعى إلى رعاية المعلم أدبيا وماديا ومعنويا. والحقيقة في المناسبة دي أنا أتقدم بفضل بخلص الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لأنه استجاب لمطلب نقابة المعلمين ونقيب المعلمين دكتور حلواني في أنه تم اعتماد كادر للمعلم أول أمس كهدية مناسبة لبدء العام الدراسي، واستجابة لمطالب المعلمين كادر 100% من الأساسي يصرف من أول أكتوبر 50% منه. ده جزء من الرعاية المادية اللي يعني أنا سمعت ساعات المستشار بيقول أنه الدروس الخصوصية القضاء عليها أول حاجة أن رعاية المعلم ماديا بحيث نكفيه ماديا فيستطيع أن يتفرغ للمسألة. فنحن في نقابة المعلمين على مستوى مصر كمان بنعني بتأهيل المعلم ورعايته والدفاع عنه وتأهيله التأهيل المهني والمادي، وإن شاء الله نحقق في هذا، وإحنا نراهن على أن المعلم فعلا يكون رقم صحيح في مشروع النهضة في الفترة القادمة إن شاء الله. توفير الجو التعليمي المناسب وإعطاء كل ذي حق حقه ومرور الطالب والمعلم والإدارة في مسارات متوازية من شأنه توفير بيئة تعليمية صحيحة. هو في الحقيقة إذا تم التناغم ولقاء الأفكار ما بين المدير التنفيذي أو مدير المديرية التنفيذي وأمين النقابة في المحافظة، ثم يعني كان الله سبحانه وتعالى يعني له قدرته العالية في أنه يدينا محافظ زي سيادة المستشار حسن نجار يلتقي معنا بنفس الفكر، فإذا تناغم الفكر بين هؤلاء هل تتوقعي حضرتك ان يكون في حاجه غير هذا الحفل الرائع اللي لم تشهده المحافظه من قبل؟ اكيد في توافق الحمد لله، لان احنا كلنا بنشتغل تحت شعار واحد، بنشتغل من اجل بلدنا، من اجل شرقيتنا اللي هي جزء من بلدنا الاكبر مصر. فبالتاكيد المدرسه لها دور اساسي في التفوق،
البيت له دور أساسي في التفوق، ولكن زي ما قلت أنا في كلمتي إن أهم ما في مثلث التفوق هو الطالب نفسه بإرادته، بإرادة الطالب على التفوق. لأن ممكن طالب ياخد كل هذه الإمكانيات لكن ما عندوش رغبة في التفوق، وهو ده الفرق بين طالب وطالب. لكن الحمد لله الشرقية عندنا بها ذخيرة رائعة من ولادنا المتفوقين، نتمنى يا رب أنها تدوم دايما وتنعكس أثرها الإيجابية على مصر كلها بإفراز علماء نابهين، بإفراز أدباء، بإفراز سياسيين، بإفراز قيادات بتقود البلد على رأسهم طبعا الدكتور محمد مرسي، وقيادات البلد كلها شيء رائع بنفخر ونسعد أنهم شرقوة من أرض الشرقية. طريق التفوق وإن كان صعبا في بدايته إلا أن الإصرار عليه يسهل الوصول إليه، هذا ما أكده الأوائل والطلاب المكرمين. شعور جميل جدا صراحة، وبعدين يعني هو فعلا شعور ما يتوصفش، وربنا يعني يكرم كل البنات والولاد ويبقوا كده متفوقين، ويعني مصر تبقى كويسة وأحسن بينا إن شاء الله. والله أنا النهاردة مبسوط جدا عشان كان نفسي، يعني كنت أخش عايز أخش سنة أهلين، عايز أخش سنة كنت أخش دمية فنية تعليم الصناعي أذاكر وأجيب مجموع عشان أبقى مهندس كلية الهندسة. النهاردة اليوم دوان يوم جميل وبيفضل ذكرى مدى الحياة بالنسبة للطالب أو الطالبة المتفوقة، وبتديله دفعة لمزيد من التفوق. وأهم حاجة بقولها لأي طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم إن لازم يكون عنده إصرار وعزيمة، دي أهم شيء، يعمل بقى اللي عليه ويذاكر، وأكيد ربنا هيكلل تعبه دوان بنجاح باهر يفرح بيه ويعود بالفرحة دي على عيلته على مامته على بابا. رسالة مباشرة توجهها نقابة المعلمين بالشرقية إلى كل طالب وطالبة، أن من جد وجد ومن زرع حصد، فالاجتهاد لا حصد منه إلا التفوق والتميز. من الشرقية أسماء عبد العظيم لأول النهار.